مالية. يتقدم اللاعب عبد الوهاب ساطا. لاعب الدفاع بالفريق الوطني للناشئين لأقل من 17 سنة يحظى بشهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم لاعب الدفاع يونس بداني. ويحظى بشهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. لاعب دفاع آخر عبد الحق بن يدير. ينال شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم لاعب وسط الميدان مليك كحلوشي. ينال شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم لاعب وسط الميدان أنس عابد. ويحظى بشهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. لاعب الهجوم فتحي كساسي. يحظى بشهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. أحسن لاعب في دورة كأس العرب للناشئين لأقل من 17 سنة مسلم أناتوف لاعب الهجوم. يحظى بشهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. مهاجم آخر الشافعي قرقور. ينال شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم المهاجم عصام يزيد. ويحظى بشهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. لاعب الدفاع فادي بن عبد القادر. يحظى بشهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. لاعب وسط الميدان إسماعيل طيب شحيمة. يحظى بشهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم لاعب الهجوم زياد محمد علي صالح.
يحظى بشهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم لاعب الدفاع زياد نجم الدين نمر. شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم حارس المرمى مهدي بوثلجة. ينال شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم لاعب وسط الميدان يوسف بالقيد. يحظى بشهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. قائد فريق المنتخب الوطني المتوج بكأس العرب للناشئين لأقل من 17 سنة فايز عمام لاعب الدفاع. يحظى بشهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم لاعب وسط الميدان إدريس مسهل. يحظى بشهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم لاعب دفاع ندير يعقوبي. يتقدم لاعب وسط الميدان محمد عبد المجيد. يحظى بشهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم لاعب الدفاع رامي بوعويش. يحظى بشهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم حارس المرمى طارق حمادي. يحظى بشهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. والآن نمضي إلى الرياضيين المتوجين في رسم فعاليات الألعاب الإسلامية للتضامن بتركيا مدينة كونيا لسنة 2022. تتقدم الرياضية شيباني شهرزاد. وهي المتوجة بالذهب في اختصاص الرافل زوجي. شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم الرياضية عيسيوي لاميا.
وهي المتوجة بميدالية ذهبية وميدالية برونزية في اختصاص الرافل زوجي وفردي. يتقدم الرياضي زكيري طارق. وهو المتوج بميدالية ذهبية في اختصاص الرافل زوجي. يحظى بشهادة التقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية.